مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة في الحقيقة غاية في الأهمية، لأن عندنا عدد كبير قوي من الأخبار المهمة بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الأهلي، سواء من الجانب الإداري أو من الجانب الرياضي، وبتحديد مباراة الأهلي وبني سويف في دور 32 من بطولة كأس مصر، وكل الكواليس ما قبل هذه المباراة هنتابعها مع حضراتكم على مدار حلقة اليوم. ضيفنا العزيز في حلقة كلام في الميديا النهاردة هو الأستاذ عصام شلتوت، الناقد الرياضي الكبير، رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع، وهنستفيد في الحديث عن بعض الأمور الهامة جدا. كمان في سؤال للحلقة النهاردة هو توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة اليوم بين الأهلي وبني سويف في دور 32 من بطولة كأس مصر، وهنستعرض توقعات حضراتكم من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، وإنستجرام، وهنكون متواصلين مع حضراتكم على مدار الحلقة بالكامل. أهم العناوين سريعا، يلا بينا. الأهلي يصعد للفيفا للحفاظ على حقوقه والتصدي لأخطاء الحكام الأفارقة. الأهلي يواجه بني سويف في مستهل مشواره بكأس مصر. الجبلية تطالب الأندية بسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة بسبب الكاف. اتحاد الكرة يرفض مجددا تغيير نظام الاستبدال في يناير. لجنة من الفيفا تصل مصر الأسبوع المقبل لمعاينة ملاعب الفار. طيب، أهم خبر طبعا النهاردة هو بيان النادي الأهلي أو الخطاب اللي أرسله النادي الأهلي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو بخصوص طبعا المستوى التحكيم الأفريقي المتدني جدا. ده خطاب بعد الخطاب الأولاني اللي كان من يومين اللي أرسله أيضا النادي الأهلي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لكن الواضح أن النادي الأهلي بياخد خطوات تدريجية مميزة جدا، والحقيقة الواحد مبسوط قوي بالخطوات دي، لأن ده شيء لابد منه، لأن الأهلي تعرض لظلم كبير قوي على مدار سنوات عديدة سابقة من الاتحاد الأفريقي ومن التحكيم الأفريقي، اللي تسبب في فقد النادي الأهلي لعدد من الألقاب الهامة، بالتحديد بطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء في النهائي نهائيات هذه البطولة أو على مدار البطولة، وبعض القرارات اللي كانت بتعطل النادي الأهلي على مدار هذه المباريات في أدوار مختلفة. فبالتالي كان شيء مهم قوي إن النادي الأهلي ياخد هذه الخطوات التصعيدية التدريجية اللي هتكون بإذن الله تعالى في صالح النادي الأهلي. هو النادي الأهلي عايز إيه؟ عايز فير في المباريات، عايز يبقى الموضوع بشكل محايد، حكم بشكل محايد، اللي تشوفه احسبه. احنا مش عايزين أكتر من كده، احنا مش عايزين حد يكون في صفنا، مش عايزين حد يكون في صف النادي الأهلي في الجانب التحكيمي، لا، احنا نكسب بعض كفرق متنافسة في الملعب فنيا، الجانب الفني الأفضل هو اللي يكسب. الأهلي اتكلم في أمور كتيرة جدا، فخليني أعرض لحضراتكم بيان النادي الأهلي في نقاط مهمة ومختصرة لبيان النادي الأهلي، هذا البيان الهام جدا. في البداية الأهلي الشكوى قدمها للاتحاد الأفريقي وبتتضمن إيه؟ أخطاء الحكم البوتسواني جوشوا بوندو في مباراة النجم الساحلي، وإن هذا الحكم تغاضى عن عدد من الأمور الهامة على مدار أحداث هذه المباراة اللي كانت في ملعب رادس بتونس في مستهل دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. الأخطاء تتمثل في إيه؟ بتتمثل في فقد النادي الأهلي لأحد لاعبيه بعد مرور 12 دقيقة من انطلاق المباراة، في قرار تحكيمي خاطئ جدا، وكل الأمور التي قد تدفع أي حكم لإخراج البطاقة الحمراء للاعب ما كانتش متوفرة، أو معظمها أو أهمها، اللي لازم أنت عشان تيجي تطلع بطاقة حمراء للعيب في شروط معينة طبقا كمان للقانون الجديد للتحكيم يعني أو لكرة القدم يعني. فبالتالي كلها أمور مهمة، ده أول أمر. الأمر الثاني أنه هو تجاهل عدم احتساب ضرب الجزاء واضحة لصالح النادي الأهلي. لو تفتكروا مع حضراتكم مع بعض كده، نفتكر الكرة اللي كانت بتاعت حسين الشحات، وإحنا قلنا لحضراتكم قبل كده لما كانت داخل منطقة جزاء فريق النجم الساحلي في الشوط الأول، والكرة مشيت على إيد مدافع النجم الساحلي وما حسبهاش أيضا الحكم البوتسواني جوشوا بوندو. كمان من ضمن الأمور، أهدر الحكم الوقت القانوني للمباراة ما بين استبدالات اللاعبين وما بين الإصابات اللي تعرض لها بعض اللاعبين وتضييع الوقت من قبل تقريبا خمس أو ست لاعبين على مدار الشوط الثاني
من فريق النجم الساحلي. كل الامور دي ما حسمهاش وما حسبهاش الحكم جوشوا بوندو، واكتفى باحتساب 3 دقائق وقت بدل ضائع فقط بالنسبه لهذه المباراه، وده شيء غير حيادي بالمره. لم يوفر بوتسواني الحمايه التي يكفلها القانون للاعبي الاهلي داخل الملعب وخارج الملعب. كان في مشادات عديده جدا خارج الملعب وشفناها، وداخل الملعب شفناها. الحكم فين دوره هنا؟ ما كانش موجود، ما حماش النادي الاهلي من هذه المشادات. وبالمناسبه هو الحمايه بتبقى اللاعب الفريقين، انت ما حميتش، انت وترت المباراه، عملت عصبيه كبيره في المباراه، فبالتالي كان في مشادات كتيره جدا، بالتالي ضاع وقت كتير قوي من احداث المباراه وما حسبتوش في نهايه المباراه من خلال وقت بدل ضايع، واكتفيت ب3 دقائق بس. اشار كمان الخطاب او الشكوى اشارت ان الحكم جوشوا بوندو ادار مباراه سابقه للنادي الاهلي، هي المباراه اللي على طول اللي قبل مباراه النجم الساحلي في نفس البطوله دور 32 بطوله دوري ابطال افريقيا، احنا لعبنا مين؟ كانو سبورت. المباراه الثانيه كان جوشوا بوندو هو الحكم، وده امر غير لوائحي بالمره، ما كانش موجود في اللوائح ان انت عادي ان انت تجيب حكم يدير مباراتين ورا بعض في البطوله لنفس الفريق، فده امر غير قانوني او مش موجود في اللائحه. احنا كان عندنا مباراه ملعب برج العرب مع كانو سبورت يوم 28/9/2019، ونفس الحكم هو اللي ادار مباراه الاهلي والنجم الساحلي في مستهل دور المجموعات، وده امر غير طبيعي. الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريق الكره لم يكن للمره الاولى، لا، احنا بقالنا فتره كبيره في الموضوع ده، كذا سنه يعني، ابتدي كده من ايه، من 2007، من 2007 نهائي النجم الساحلي، وكان في يعني ايه تعمد في عدم تتويج النادي الاهلي باللقب. لا، ان النادي الاهلي بيكسب القاب كتيره بدوري ابطال افريقيا وهو المتصدر، لا يا جماعه شكل القاره كده مش حلو، احنا عايزين فرق تانية تاخد البطوله. ده حصل من خلال مباراتي الذهاب والاياب في 2007 امام النجم الساحلي، وحصل في 2010 بايد انرامو، وحصل في 2016 و2017 بعض الاخطاء التحكيميه في النهائيات وعلى مدار البطوله. النادي الاهلي بيفكر الاتحاد الدولي لكره القدم بواقعه لامبتي الحكم الغاني اللي اتشطب واللي كان خلاص اتفضح واحد مرتشي، واكتشفوا بعد كده الكلام ده مؤخرا، بعد ايه؟ بعد ما خلاص النادي الاهلي فقد بطولات عديده. والنادي الاهلي كمان في الشكوى بتاعته بيقول الاتحاد الدولي ايه، بيقول لهم يا جماعه احنا بنصرف كتير جدا على الفريق وبنحاول نقوي من نفسنا من الجانب الفني على مستوى اللاعبين او من جانب الجهاز الفني بالتحديد، ومدير فني بسي في محترم بنجيبه بتاعه، وبنعمل مجهود كبير جدا عشان نكسب البطوله بشكل جيد وبحياديه كبيره، لكن الواضح ان في تعمد من الاتحاد الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم. فبالتالي امور كتيره جدا تطرق ليها النادي الاهلي في هذه الشكوى. طيب، ترفع كثيرا الشكوى عن الاخطاء التحكيميه نظرا لقيمه نادي القرن في افريقيا والاكثر تتويجا بالبطولات، الاهلي ترفع عن تقديم شكوات قبل كده او شكاوي قبل كده بخصوص هذا الجزء، لان الامور فاقت كل الحدود، فبالتالي النادي الاهلي قرر ان هو يتقدم بهذه الشكوى. هو النادي كان ترفع وقال يا جماعه احنا نادي كبير خلاص مش هنتكلم، يا جماعه اكيد هيبقى في تطور في مستوى الحكام، اكيد هيبقى في فار، اكيد هيبقى في قوات مهمه من الاتحاد الافريقي ولجنه الحكام بالاتحاد علشان تحسن من مستوى الحكام الافارقه وتحقق في بعض مستوياتهم وبعض الامور اللي حصلت منهم على مدار مباريات مختلفه في بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن الامر فاق كل الحدود للاسف، ودي حقيقه، واخرهم مباراه النجم الساحلي الاخير. فبالتالي شكوى غايه في الاهميه. الاهم بقى اللي جاي ده، دي اهم حاجه، طلبات من النادي الاهلي للاتحاد الدولي لكره القدم، مطالب رئيسيه، 3 مطالب. المطلب الاول مع بعض، التحقيق العاجل فيما ارتكبه الحكم البوتسواني من اخطاء تخالف نصوص القانون اثرت في نتيجه مباراه النجم. ادي اول طلب، اخطاء كتيره جدا ارتكبها الحكم البوتسواني في المباراه، فبعد اذنكم يا جماعه حققوا في الموضوع ده. تاني طلب، قيام لجنه الحكام بالكاف بتعيين هذا الحكم البوتسواني جوشوا بوندو لاداره مباراتين متتاليتين للاهلي في نفس المسابقه، وده امر يعني بيخرق اللائحه على طول الخط، يعني ما فيش حاجه في اللائحه بتقول كده، ده مش طبيعي، ما ينفعش. تالت حاجه، التحقيق في الاصرار على عرقله مسيره فريق الاهلي على وجه التحديد باخطاء تحكيميه غير مبرره خاصه في السنوات الاخيره بما يخالف لائحه الاخلاق والسلوك. واضح ان في تعمد وفي اصرار
على عرقلة مسيرة النادي الأهلي في البطولات الأفريقية، تمام، من خلال أخطاء تحكيمية مش مبررة وواضحة جدا، وعلى مدار السنوات اللي فاتت احنا شايفينها وحاسينها وهي على مرأى ومسمع القارة كلها، القارة الأفريقية كلها، والناس كلها شاهدة بالكلام ده في السنوات الأخيرة بما يخالف لائحة الأخلاق والسلوك. فبالتالي ثلاث طلبات مهمة جدا من النادي الأهلي ليه، أو في شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم اللي أكيد هياخد الشكوى دي موضع الاعتبار، وأكيد هيكون في نتائج إيجابية سواء للشكوى الأولى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو الشكوى الثانية التدريجية للاتحاد الدولي لكرة القدم. النادي الأهلي ماشي بشكل مؤسسي مميز جدا، بشكل تدريجي مميز جدا في شكواه، لأن دي كلها أمور غاية في الأهمية وبتحفظ حقوق النادي الأهلي. الواحد سعيد بصراحة بالشكوى دي وسعيد بخطوات النادي الأهلي، لأن احنا عانينا على مدار سنوات كتيرة جدا بخصوص المستوى التحكيمي، والواضح ان مفيش اي تطور اطلاق اطلاق بخصوص هذا الجانب من الاتحاد الافريقي لكره القدم، اللي مكبر دماغه من الاخر كده وعامل نفسه ما شافش، عامل نفسه مش متابع. حتى الراجل رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي بيسالوه بيقولوا له رايك ايه في مستوى التحكيم في الجوله الاولى لدور المجموعات دوري ابطال افريقيا، قال لك انا بصراحه ما اتفرجتش. امال حضرتك بتعمل ايه؟ السؤال الثاني، نائب رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي كابتن عصام فتاح، انت فين دورك؟ بتعمل ايه؟ حضرتك لازم يبقى ليك قرار، يبقى ليك موقف. احنا للاسف لما انت كنت موجود في رئاسه لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم الفتره اللي فاتت ما كناش شايفين من حضرتك اي موقف. طب انت دلوقتي موجود في مكان مهم جدا في الكاف، لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي كنائب لهذه اللجنه، دور حضرتك فين؟ موقفك ايه؟ هتراعي مصالح الأندية المصرية اللي عندهم حق في كل هذه الأمور اللي بيتظلموا عيني عينك ولا لأ؟ ولا حضرتك ليك أهداف معينة بتتعلق بمناصب أنت بتتمنى أن أنت توصل لها فمش عايز تثير أي مشاكل حفظا على حقوقك أنت وعلى طموحك أنت وأهدافك أنت، وبتنسى أهداف وطموح الأندية المصرية؟ فأنت لازم يكون ليك دور. فموضوع غريب جدا بصراحة، يعني لو الراجل رئيس اللجنة ده الجيبوتي ده عامل شاهد ما شافش حاجة، لأ انت مفروض شخصية كبيرة على المستوى التحكيمي على مستوى القارة كلها وليك تاريخ كبير جدا، لازم يبقى ليك موقف. دي من ضمن الامور الهامة كمان. فاحنا نتمنى من الاتحاد الافريقي لكرة القدم، نتمنى من الاتحاد الدولي لكرة القدم ان هم يشوفوا حل في المشاكل اللي بتواجه النادي الاهلي في هذه البطولة، واللي عرقلت مسيرة النادي الاهلي على مدار بطولات كثيرة سابقة وأثرت على عدم حصده لعدد أكبر من الألقاب. إحنا عندنا 8 ألقاب طول الدوري أبطال أفريقيا، لولا التحكيم بصراحة وبدون مبالغة وبدون تحيز النادي الأهلي على أقل تقدير كان زمانه دلوقتي وصل للرقم 10 من حيث عدد الألقاب في بطولة دوري أبطال أفريقيا. فنتمنى بإذن الله بإذن الله مواقف تكون حاسمة وسريعة من قبل الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي خلال الفترة اللي جاية. وده كان بيان مهم جدا وهنستفيد في الحديث عنه مع ضيفنا العزيز كمان النهاردة الأستاذ عصام شلتوت في الجزء الثاني من حلقة اليوم. طيب ده فيما يتعلق بشكوى النادي الأهلي للاتحاد الأفريقي وكلمنا فيها بتفاصيل كتيرة. النهاردة في مباراة مهمة جدا الساعة 7:30 في استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي وبني سويف في دور 32، مباراة غاية في الأهمية وبداية مشوار هام جدا في البطولة، واللي بيسعى النادي الأهلي للفوز بها للمرة 37 في تاريخه. أي بطولة بيشارك فيها النادي الأهلي فهي بطولة مهمة لجماهيره وجهازه الفني ولاعبيه ومسؤوليه. النادي الأهلي طبعا هم بيستعدوا في ساعات أخيرة لهذه المباراة. عايزين نتواصل سريعا مع زميلنا العزيز شريف شعبان مرئيس القناة الأهلي والمتواجد في مقر إقامة الفريق قبل التحرك لملعب استاد القاهرة واللي هيستضيف هذه المباراة. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميل أمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. وبإذن الله زي ما اتكلمت على التحكيم يكون النهاردة اليوم خفيف للنادي الأهلي، ويكون حكم مباراة الأهلي وبني سويف يكون موفق وما يظلمش حد وينصف النادي الأهلي وينصف طبعا فريق بني سويف ويطلع مباراة على أكمل وجه. خليني أقول لك أنا فعلا في فندق إقامة النادي الأهلي، الأهلي بستعد بعد قليل يمكن الساعة 5:15 ناقص الأهلي هيلعب الساعة 7:30 فعلا مع بني سويف، فريق قوي جدا يمكن بيتصدر مجموعة الصعيد، يمكن هو دلوقتي
دلوقتي في المركز الثاني، ولكن له مباراه مؤجله عشان مباراه الاهلي، لو كسبها هيتصدر جدول المسابقه. فريق قوي جدا، فريق ماشي كويس من اول المسابقه الى الان، فريق قوي بينافس من الموسم الماضي. يمكن باذن الله يكون النادي الاهلي موفق النهارده ويقدر يفوز على فريق قوي هو فريق بني سويف في دور 32 وتاهل الى دور ال 16. خليني اقول لك النهارده النادي الاهلي بدا يومه في التاسعه صباحا، يمكن كان الفطار التاسعه صباحا وكان فطار اجباري مش اختياري للاعبين، لازم كل اللاعبين النهارده تنزل تفطر، وبالفعل كل اللاعبين كانوا موجودين على في المطعم طبعا وتناولوا وجبه الفطار. يمكن الساعه الواحده والنصف كانت وجبه الغذاء، يمكن لاعبي النادي الاهلي برضو بالكامل كانوا حريصين يكونوا الساعه واحده والنصف في مطعم الفندق. يمكن بعد قليل يمكن تتكلم كان في اقل من ربع ساعه هيكون في وجبه خفيفه قبل المحاضره، بتبقى سناك خفيفه كده هو كيكه مثلا، مكرونه من غير صوص، زبده سوداني، يمكن حاجات خفيفه جدا تدي باور للعيبه، عسل، تدي باور للعيبه، مكسرات، تدي باور للعيبه علشان المجهود اللي بيبذل اثناء ال 90 دقيقه. المحاضره هتكون في 45 دقيقه، والتحرك هيكون باذن الله الساعه 6 ل 10. انت عارف المسافه قريبه جدا بين الفندق اللي بيقيم فيه النادي الاهلي واستاد القاهره اللي وحشنا جدا بعد فتره غياب كبيره. استاد القاهره النهارده يحتضن مباراه الاهلي وبني سويف، ويا رب تكون مباريات النادي الاهلي كلها على استاد القاهره، استاد المرعب اللي بيرعب جميع الفرق اللي بتلاقي النادي الاهلي وكل الفرق المصريه في هذا الاستاد. زميل امير معاك لو اي استفسار. انا معاك، عايز اتكلم معاك شويه في التشكيل المتوقع يا شريف، لان الناس خلاص كلها النهارده متوقعه ان هيبقى في بعض الوجوه الجديده اللي ممكن ما كانتش بتشارك الفتره اللي فاتت. الاقرب بالنسبه لك او من خلال متابعتك وقربك لتدريبات النادي الاهلي بالتحديد مران امبارح كمان، عايزك تكلمني عنه وبعد كده نقول التشكيل المتوقع. خليني اقول لك امبارح مران كان في الرابعه عصرا، يمكن مستر فايرر اختار 18 لعيب لو حبينا نقولهم ونذكر بيهم مشاهدي قناه النادي الاهلي. يمكن في حراسه المرمى كان شريف اكرامي وعلي لطفي، يمكن في خط الدفاع كان محمود وحيد وحسين السيد وياسر ابراهيم وايمن اشرف وسعد سمير واحمد فتحي، في وسط الملعب الدفاعي والهجومي ديانج وحسين الشحات ووليد سليمان وحسام عاشور واحمد الشيخ وعمار حمدي وجيلاردو، يمكن في الخط الامامي ثلاث فراوده صلاح محسن وليد ازارو مروان محسن. امبارح مستر فايلر عمل يمكن دواير بالكوره، التسلم والاستلام عشان اللعيب يبقى تحت ضغط يعرف يستلم ويعرف يسلم، وعمل تخصص على الجول عشان اللعيب يقدر يفنش الهجمات الى جوان اذا كان الاطراف او اذا كان وسط الملعب او الفراوده. والصراحه الراجل بيمتاز بهذه التمرين، يمكن لعيب النادي الاهلي لازم في التمرين تتعود على المواقف اللي بتقابلهم في المباراه عشان يقدروا يتعاملوا مع هذه الكور ويفنشوا الكور الكتيره اللي الاهلي بيضيعها تبقى اهداف باذن الله. يمكن بعد هذه اختتم بتقسيمه صغيره، ويمكن زي ما اتكلمنا امير او الناس كلها بتتوقع النهارده في 18 لعيب، يمكن في حراسه المرمى مثلا مش موجود الشناوي فهيلعب شريف او علي لطفي، يمكن الاقرب شريف اكرامي، نوهت لك في كذا مره في فترات سابقه ان شريف يعني زي ما بيقولوا بلغه الكوره مكسر الدنيا، ماشي كويس جدا بيجاريه علي لطفي، ولكن شريف يعني ما شاء الله نمسك الخشب ماشي كويس جدا في التمرينات لافت كل الانظار. فيبدو ان شريف اكرامي طبعا هو مش تشكيل رسمي، يبدو ان شريف اكرامي هو الاقرب لحراسه مرمى النادي الاهلي. يمكن لو اتكلمنا من ناحيه الشمال الباك ليفت هيكون غالبا محمود وحيد هو الاقرب علشان خاطر طبعا يجهزه لمباراة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبلة بإذن الله. ناحية اليمين غالبا مش موجود غير أحمد فتحي هيكون هو الأقرب لبدء المباراة. يمكن لو اتكلمنا في اتنين سرد باكين يبدو إن ياسر إبراهيم هيكون موجود، وأيمن أشرف أيضا ممكن يكون ليه حظوظ النهاردة ويكون موجود. يمكن في وسط الملعب عندنا الأسامي كتير، عندنا ديانج، عندنا حسام عاشور، عندنا ممكن نلاقي النهاردة ديانج، ممكن نلاقي حسام عاشور بادئين، ممكن نلاقي واحد بس يمكن الراجل بيحب يلعب 4-1-4-1 أو 4-3-3، يمكن تلاقي ديفندر دفاعي واحد بس يمكن الاقرب منه حسام عاشور او ديانج. النهارده عمار حمدي في التمرينات الامس واول امس لفت الانظار، ممكن النهارده نلاقي عمار حمدي وارد بكل قوه في الخط الامامي، ممكن نلاقي ازارو، ممكن نلاقي مروان وارد بكل قوه، احمد الشيخ لفت الانظار الفتره الاخيره ممكن ايضا تلاقيه بادئ في الجانب الايمن من الملعب. يمكن انا متوقع يمكن يبدا حسين الشحات، يبدا احمد الشيخ، ممكن يبقى قدام مثلا ازارو من تحتيهم عمار وارد، كل دي اسامي بتدار في عقل فايلر وباقي الجهاز. يمكن الراجل في المحاضره اللي هتكون بعد قليل هيتكلم فيها عن التشكيل، هيتكلم فيها عن فريق بني سويف وهيحط التشكيل بعد قليل. احنا طبعا ما قلناش تشكيل رسمي لان ما فيش تشكيل رسمي خرج لحد دلوقتي، يمكن لاعبي الفريق النادي الاهلي لسه ما تعرفش اصلا مين اللي هيبتدي ومين مش هيبتدي، ولكن احنا بنتكلم في القايمه
اللي اختارها مستر فايلر، وباذن الله اي 11 لاعب يكونوا في الملعب قادرين على الفوز، ولكن لكل جماهير النادي الاهلي فريق بني سويف فريق قوي مش فريق ضعيف عكس الفرق الاخرى اللي الانديه بتلاعبها، لا فريق قوي فريق محترم، ويمكن فريق بينافس من الموسم الماضي، وفريق عندي ليه شكل في ملعب بيلعب 3 4 3 وساعات بيلعب 4 2 3 1 او 4 3 2 1، لا فريق تكتيكيا عالي، معاه مدير فني كبير وكابتن حسن موسى، معاه ممكن مدير فني مدرب عام ابو المجد مصطفى نجم النادي الاهلي. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي باذن الله النهارده يكون يوم النادي الاهلي، وباذن الله النادي الاهلي النهارده يتاهل الى دور ال 16. معاك زميلي امير، لو حابب تكلمني في اي حاجه معاك. طيب شريف، انت قريب دايما من فريق النادي الاهلي، عايز اعرف ازاي بيتم الفصل ما بين مباراه اخفق فيها النادي الاهلي زي مباراه النجم الساحلي بكل ظروفها التحكيميه وبكل قرارات الاداره في النادي الاهلي بارسال شكاوي عديده سواء للاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي، والتركيز في المباراه المقبله وخصوصا ان هي في بطوله مختلفه، التعامل في الموضوع ده ازاي بيبقى من خلال الجهاز الفني واللاعبين؟ والله يا زميلي امير زي ما بقول لك، يمكن لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني والاجهزه الفنيه المختلفه طول عمر النادي الاهلي، يمكن بتلاقي ان في ظلم كبير من التحكيم في النادي الاهلي اذا كان في مصر او اذا كان خارج مصر في بطولات افريقيا، ولكن يمكن في مباراه النجم الساحلي كان الظلم التحكيمي اوفر قوي زاد عن اللزوم. النادي الاهلي بقاله فترات كبيره بيتعرض لظلم تحكيمي واضح، ولكن الجهاز الفني والجهاز الاداري بقياده طبعا مدير الكره الكفء جدا الكابتن سيد عبد الحفيظ على طول بينبه لاعبي النادي الاهلي، محدش يعترض محدش يتكلم، ولكن ساعات بتلاقي بالكرة الظلم الكتير قوي بيخليه يخرج عن شعوره، ولكن على طول هنا تعليمات الاجهزه الفنيه طبعا وتعليمات الكابتن سيد عبد الحفيظ بعدم الاعتراض الى التحكيم ايا كان اذا كان في ظلم تحكيمي او اذا كان ما فيش، على طول تنبيهات على اللعيبه محدش يتكلم على التحكيم محدش يعترض على التحكيم، ولكن زي ما قلت لك زميلي وانت الامير طبعا وزي ما مجلس الاداره عمل بيان الى الاتحاد الافريقي ومن بعده الى الاتحاد الدولي، يمكن الاهلي بيعاني في الفترات الاخيره من ظلم تحكيمي واضح. الاجهزه الفنيه بتتعامل مع هذا الموقف، فايلر ضحك لما كلموه على التحكيم والراجل يعني قال لك ما شفتش كده في حياتي، لكن مش هعلق على التحكيم. خليني اقول لك دلوقتي يمكن في لوبي الفندق كان النجم الناجي الاهلي طبعا الكابتن احمد فتحي مدافع منتخبنا الوطني وطبعا نجم النادي الاهلي، يمكن هنا النزلاء في الفندق حارسين يلتقطوا معاه الصور التذكاريه، وبنقول لك بالتوفيق يا كابتن فتحي، بنقول لك التوفيق. الكابتن فتحي كان حريص ينزل يصلي صلاه المغرب الكابتن فتحي، يمكن باقي لاعبي النادي الاهلي على طول ملتزمين جدا دينيا، ربنا يكرمهم يا رب وربنا يوفقهم باذن الله ويديهم على دنيتهم. معاك زميل امير، ان شاء الله اكيد نتمنى لهم كل التوفيق يا شريف. انا بشكرك شكرا جزيلا، وباذن الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي كان معانا على الهواء مباشره من مقر اقامه الفريق، واللي هيتحرك بعد لحظات في اتجاهه لاستاد القاهره الدولي اللي هيستضيف مباراه الاهلي وبني سويف في دور ال 32 من بطوله كاس مصر، ومستهل مشوار هذه البطوله الهامه جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي المنتظر هذا اللقب والالقاب المختلفه اللي بيشارك فيها الفريق بكل تاكيد. خلينا نتكلم عن بعض الاخبار بتتعلق بالنادي الاهلي او بتتعلق كمان بالمباراه دي تحديدا. المباراه دي هتكون المباراه رقم 6 في تاريخ مواجهات الفريقين الاهلي وبني سويف، اتلعب 5 مواجهات قبل كده، 4 في بطوله الدوري الممتاز وواحده في كاس مصر، والاهلي ما شاء الله لا قوه الا بالله فاز في كل هذه المباريات. المواجهه الاولى كانت امتى؟ كانت في بطوله الدوري موسم 63 64، الاهلي فاز في مباراه الدور الاول بنتيجه 6-2 والدور الثاني فاز بنتيجه 1-0. المواجهه تجددت قبل 44 سنة من دلوقتي في الدوري تحديدا موسم 74-75، وانتهى اللقاء في الدور الأول بفوز الأهلي بهدف دون رد، وتكرر الفوز في الدور الثاني بهدفين دون رد. مباراة واحدة جمعت الفريقين في بطولة كأس مصر في موسم 97-98 والأهلي كسب 4-1. الأهلي نجح في هز شباك بني سويف 13 مرة بواقع 6.2 هدف في المباراة الواحدة، بينما استقبلت شباك الأهلي 3 أهداف فقط. الأهلي خرج من مباريات بني سويف بشباك نظيفة في 3 مواجهات، فيما فشل بني سويف في الخروج بشباك نظيفة في أي مواجهة من مواجهاته أمام النادي الأهلي. طبعا اللقطات اللي حضراتكم شايفينها قدامنا دي لقطات حصرية لقناة النادي الأهلي وكواليس الفريق في مقر الإقامة قبل ساعات قليلة جدا من انطلاق هذه المباراة، يعني ساعتين تقريبا من دلوقتي وتنطلق أحداث هذه المباراة، اللي بنتمنى فيها كل التوفيق لنادينا العظيم النادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله تكون بداية قوية في بطولة هامة بيفتقدها النادي الأهلي، وتعود لدولاب بطولات النادي الأهلي مع بعض البطولات المهمة الأخرى في هذا
الموسم الصعب. طيب من ضمن كمان اخبار النادي الاهلي، برنامج استشفائي لتجهيز اللاعبين. مستر ريني فايلر عقد جلسه مطوله مع توماس بينكل مخطط الاحمال لوضع برنامج استشفائي للعناصر اللي شاركت بشكل اساسي وتعرضت لحاله ارهاق في الفتره الاخيره لتجهيزهم لمواجهه الهلال السوداني. طبعا مباراه غايه في الاهميه يوم الجمعه القادم على استاد السلام الساعه 9 بالليل في حضور جماهير النادي الاهلي باذن الله. حتى الان 10,000 في محاولات ان هم يزيدوا باذن الله تعالى، فبالتالي الاستعدادات بتبقى موجوده من دلوقتي، خصوصا اللاعبين اللي بيتم اراحتهم لهذه المباراه بعد فتره كبيره من الاجهاد. والجهاز الفني في الحقيقه بيحاول يعمل حساباته على كل الامور وكل العقبات التي قد تواجه الفريق خلال الفتره الحاليه. الغائبون عن مواجهه بني سويف يتدربون في التتش، وفي عدد من اللاعبين اللي بيغيبوا سواء للاصابات او لاستبعادات فنيه او للاراحه عن هذه المباراة، وليهم تدريبات أو كان ليهم كمان الصبح تدريبات مهمة في تمام الساعة 10:30 صباحا وفق البرنامج اللي حدده الجهاز الفني بقيادة السويسري فايلر. فايلر كمان حرص على منح بعض اللاعبين راحة من المشاركة في مباراة اليوم أمام بني سويف، أبرزهم طبعا رمضان صبحي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وتجهيزهم للمرحلة المقبلة. في المقابل اللاعبين المصابين كان ليهم برامج علاجية ماشيين فيها بشكل كويس وبرامج أخرى تأهيلية أيضا غاية في الأهمية بالنسبة لهم في إطار سعيهم نحو العودة بإذن الله للتدريبات الجماعية مع الفريق. رمضان صبحي بينتظم في المران الجماعي بكرة. رمضان صبحي خد راحة بعد مباراة النجم الساحلي، خصوصا أنه كان عنده إجهاد أكيد من المواجهات الأفريقية مع المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الأفريقية اللي كانت في مصر واللي قدر يتوج بيها المنتخب الوطني المصري، وكان رمضان طبعا أبرز لعيب في هذه البطولة وخد أفضل لاعب. فبالتالي هو رجع دخل في التدريبات على طول عشان يستعد لمباراة النجم الساحلي، فبالتالي بعد المباراة هو خد راحة وبكرة هيستأنف تدريباته أو ينضم للتدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي. وراحة أكيد كانت مهمة طبقا لوجهة نظر الجهاز الفني عشان اللعيب يقدر يستعيد عافيته قبل مباراة الهلال السوداني الهامة جدا. في المقابل طبعا كان عندنا بعض اللاعبين خدوا راحة زي عمار حمدي وصلاح محسن، لكن هم موجودين طبعا في قائمة هذه المباراة وبيستعدوا بكل قوة في اللحظات الحالية. طبعا احنا كل ده لسه متواصلين معاكم من داخل فندق إقامة الأهلي القريب جدا من استاد القاهرة. من ضمن كمان الأخبار أشعة جديدة لمحمود متولي. محمود متولي زي ما احنا عارفين طبعا ومنتظرينه بشكل كبير جدا، كان عنده مزق في العضلة الخلفية من ساعة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر اللي فاز فيها الأهلي 3-2. اللاعب هيبقى ليه أشعة خلال الفترة اللي جاية بعد تنفيذه لبرنامج علاجي وتدريبي وتأهيلي، ومقرر أن نتحدد نتائج الأشعة الجديدة الخطوة المقبلة في برنامج التأهيلي. يعني على حسب الأشعة لما تتعمل بعد ما هو خلاص نفذ كل البرامج والمطلوبة منه تأهيليا وعلاجيا، فالأشعة دي هتقول مدى التئام العضلة الخلفية ومدى التئام التمزق ده. على بناء على هذه الأشعة هيتم تحديد الخطوة المقبلة بالنسبة لمحمود متولي. واحنا عارفين ان محمود متولي لما كان مع الفريق في معسكر دبي تم عرض حالته على أخصائي ألماني واللي وصى باستمرار علاج اللاعب لمدة أطول تجنبا لتكرار الإصابة، وده كان شيء مهم جدا. لعيب من أهم لاعبي النادي الأهلي إن شاء الله يعود سريعا، ده بالنسبة لمحمود متولي. دي كانت أخبار الفريق النهاردة وقبل ساعات قليلة جدا من مباراة بني سويف، نتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله تعالى. ده فيما يتعلق بمباراة الأهلي، وإحنا هنستمر في الحديث عن هذه المباراة وأي كواليس جديدة، وأول ما يظهر كمان تشكيل النادي الأهلي الرسمي هنعلنه لحضراتكم مباشرة من خلال برنامج كلام في الميديا لو ما لحقناهوش أكيد في ملعب الأهلي بعدين مع الكابتن إسلام الشاطر. طيب خلينا نتكلم شوية على إنجاز مهم على فكرة بالنسبة لكل المصريين. محمد صلاح امبارح خامس أفضل لاعب في العالم، السنة اللي فاتت كان هو السادس طبقا للبالون دور. محمد صلاح امبارح خد المركز الخامس، الترتيب كان طبعا ميسي هو الاول، الثاني فيرجن فان دايك نجم ليفربول والمنتخب الهولندي، الثالث كريستيانو رونالدو، الرابع ساديو ماني، والخامس محمد صلاح. حاجه تدعو للفخر ان احنا يكون عندنا نجم كبير جدا، نجم عالمي من افضل خمس لعيبه على مستوى العالم محمد صلاح. يعني احنا حاجه ما كناش نحلم بيها قبل كده، وخصوصا ان هي تبقى الموسم الثاني على التوالي. يعني ممكن واحد يقول لك موسم استثنائي زي ما كان بيقول كده بيقول على محمد صلاح، يعني ان هو ظاهره الموسم الواحد. لا، الواضح ان هو مش ظاهره الموسم الواحد، الراجل الموسم الثاني على التوالي بيتواجد في القايمه وفي اول خمس ست مراكز كمان في البالون دور كافضل لاعب
على مستوى العالم، فاحنا اكيد مبسوطين جدا وبنبارك لنجم كبير قوي زي محمد صلاح وكل المصريين في ظهره وكل المصريين بيساندوه، ان شاء الله باذن الله يرفع اسم مصر عاليا دائما وابدا في المحافل الاوروبيه المختلفه، وكمان مع منتخبنا الوطني مستنيين منه كتير خلال الفتره اللي جايه. طيب دي كانت اهم الاخبار مع بدايه الحلقه، هذه الحلقه الدسمه جدا من كلام في الميديا النهارده. خلينا نروح نشوف اهم عناوين الصحف اللي اتكلموا فيها على النادي الاهلي، يلا بينا. الاخبار الليله في دور ال 32 للكاس، الاهلي يداوي الجراح الافريقيه امام بني سويف. الأهرام اليوم مباراتان في دور ال 32 بكأس مصر، الأهلي يواجه المجهول أمام بني سويف والجونة يلتقي اف سي مصر. الشروق اليوم مباراتان في دور ال 32 بكأس مصر، الأهلي في مهمة سهلة أمام بني سويف والجونة يواجه مصر. المساء الأهلي يخشى مقالب الكأس أمام بني سويف، فايلر يدفع بالبدلاء في مواجهة اليوم وممثل الصعيد يرفع راية التحدي. الشروق الأحمر ينتظر مضاعفة أعداد جماهيره أمام الهلال السوداني. الدستور اليوم الأهلي يواجه بني سويف في الكأس وفايلر يحذر اللاعبين من الاستهتار. الوطن تغييرات في تشكيل الأهلي لمواجهة بني سويف بالكأس، وحيد بدلا من معلول، فايلر يتحفظ على مشاركة إكرامي، استبعاد صالح جمعة، ممثل الصعيد يحفز لاعبي بالمكافآت خاصة للإطاحة بالأحمر وتحقيق المفاجأة. والأهرام المسائي مفاجأة، الأهلي يفكر في ساسي، فايلر يطلب دعم الارتكاز، نجم الزمالك في الصورة، عودة أكرم تحت الدراسة وأحمد بكم يقترب. طبعا لان احنا في يوم مباراه للنادي الاهلي، فكل العناوين في الصحف عن النادي هتكون بخصوص هذه المواجهه، يعني النهارده الاهلي هيقابل بني سويف، النهارده مواجهه مهمه جدا للنادي الاهلي زي ما حضراتكم كده واستعرضنا مع حضراتكم العناوين الخاصه بالصحف. لكن خلينا نبتدي بالاخبار مثلا، واحنا مش هنعلق على عدد كبير من العناوين لان كلها متشابهه وده طبيعي في ايام المباراه. يعني الليله في دور ال 32 لكاس مصر، الاهلي يداوي الجراح الافريقيه امام بني سويف، الاهلي فاصل جدا جدا ما بين المباراة اللي فاتت في بطولة مختلفة والمباراة القادمة في بطولة أيضا أخرى، فطبعا أنت من الجانب المعنوي بتبقى مهمة جدا المباراة دي، خصوصا أن أنت خسرت المباراة اللي فاتت من نجم الساحلي أيا كانت إيه الأسباب، فأنت مهم أن أنت إن شاء الله تعمل أداء جيد ونتيجة مميزة أمام فريق بني سويف، فريق صعب بالمناسبة، وزي ما قال لنا كده زميلنا العزيز شريف شعبان أنه هو فريق ماشي بشكل جيد جدا في القسم الثاني. فايلر يحذر من الاستهتار وده امر مفروغ منه، مفيش استهتار ولاعيبي النادي الاهلي عارفين مدى اهميه هذه المباراه وما حدش بيبص لامكانيات المنافس، انت بتبص للمباراه بشكل عام والاهم بالنسبه لك ان انت تخرج بالاهداف المطلوبه من كل مواجهه، وده اللي بيشتغل عليه دايما الجهاز الفني واللاعبين، ويستعين باكبر عدد من البدلاء وده امر خاص بالمدير الفني اللي اكيد هو عارف مين اللي هيقدر يستعين بيه في مباراه اليوم ومين هيستمر في الملعب على حسب مجريات الامور الخاصه بهذه المباراه وحسب طبعا الرؤيه الفنيه الخاصه بمستر ريني فايلر المدير الفني السويسري. نروح للاهرام واللي بيتكلموا ان كمان في مباراه اخرى في دور ال 32 بطوله كاس مصر النهارده، هما ماتشين، ماتش الاهلي وبني سويف ده الساعه 7:30 والجونه واف سي مصر ده الساعه 5 ابتدى خلاص، النتيجه كام يا جماعه قولوا لي؟ ابتدى من نص ساعه ومباراه اكيد ايضا مهمه، اكيد احنا تركيزنا كله على مباراة الأهلي، مباراة الجونة وإف سي مصر حتى الآن بعد مرور 33 دقيقة التعادل السلبي 0-0. نروح للشروق. الشروق بتقول إيه؟ إن النهاردة في ماتشين في دور 32 بكأس مصر، الأهلي في مهمة سهلة أمام بني سويف والجونة يواجه مصر اللي هو إف سي مصر يعني. مش عايزين بس حتة مهمة سهلة، لا مفيش يعني طبعا هم أكيد الناس بتحلل يعني الأمور، طبعا في فرق عشان برضو نبقى متفقين ومنطقيين، يعني في فرق كبير جدا في القدرات والإمكانيات والتاريخ وكل حاجة، كل اللي أنت عايز تقوله قوله، لكن دايما المنافسة بتفضل في الملعب، التنافس داخل المستطيل الأخضر، اللي بيقدر يفوز بغض النظر على التاريخ بغض النظر على الاسم، اللي بيجتهد هو اللي بيقدر يفوز، اللي بيعمل كل المطلوب منه في الملعب هو اللي بيقدر يفوز، عشان كده أكيد
فريق النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا ومش مستسهل اطلاقا اطلاقا هذه المباراه، لان هي مباراه بطوله، انت تكسب تتاهل لدور 16 باذن الله في بطوله مهمه قوي وهي بطوله كاس مصر. نروح للمسا، نفس الموضوع. المسا بتقول ايه؟ بتقول لك الاهلي يخشى مقالب الكاس امام بني سويف، لان دايما الكاس بيبقى مليء بالمفاجات، يعني دايما ربنا يستر المفاجات دي ما تحصلش معانا، تحصل مع اي حد تاني عادي، لكن معنا احنا لا باذن الله. فايلر يدفع بالبدلاء في مواجهه اليوم، ومواصل الصعيد يرفع رايه التحدي. التشكيل هيخرج بعد شويه وهنقوله لحضراتكم باذن الله تعالى. طيب الخبر اللي جاي ده مهم من الشروق، مهم جدا في الحقيقه، يعني بيقول لك الاحمر ينتظر مضاعفه اعماله امام الهلال السوداني. هم كاتبين تصريح على لسان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واللي قال في هذا الخبر ان هيكون في محاولات كبيره لمضاعفه اعداد الجماهير في مباراه الهلال السوداني. لحد دلوقتي مقرر حضور 10,000 مشجع اهلاوي لهذه المباراه. في محاولات من العميد محمد مرجان من الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي لزياده العدد، على اقل تقدير يوصل اي 5,000 هيفرقوا مع النادي الاهلي طبعا، يعني هنشوف المحاولات دي هتصفر عن ايه ونتيجتها هتكون ايه، لكن ان شاء الله نتمنى يكون العدد اكبر. نتمنى واحده واحده باذن الله باذن الله تعالى ان السعه الكامله في كل الملاعب في كل البطولات تبقى مسموحه للجمهور. الموضوع ده هيترتب على ايه؟ على سلوك الجماهير. طبعا سلوك الجماهير مميز جدا، وشفنا الكلام ده على ارض الواقع من خلال البطولات المختلفه اللي استضافتها بلدنا العزيزه مصر. فان شاء الله باذن الله يمشوا على نفس المنوال عشان يبقى في اعداد اكبر باذن الله تعالى في المباريات الافريقيه الهامه لكل الانديه في مصر وللمنتخبات المصريه بشكل طبيعي. فمحاولات كبيره جدا من النادي الاهلي زادت عدد الجماهير زي ما خبر الشروق كده قال النهارده. خلينا نروح لخبر اخر. الوطن قالت ايه؟ نروح للوطن. الوطن بتقول تغييرات في تشكيل الاهلي بمواجهه بني سويف. طبعا الكل بيتكلم على المباراه بالكاس النهارده. وحيد بدل معلول ده بديهي، رغم ان ايمن اشرف موجود في القائمه وبيجيد طبعا اللعب ده مركزه الاساسي كباك ليفت، لكن الاقرب وحيد عشان تجهزه طبعا لمباراه الهلال، لان ايمن موقوف ووحيد هو المقايض افريقيا. عندنا طبعا حسين السيد موجود في القائمه النهارده، ممكن تتفاجئ تلاقي حسين السيد موجود في الملعب، لكن هنشوف الترتيبات دي كلها عند مين؟ عند مستر فايلر. وهو كمان بيتحفظ على ايه؟ على مشاركه اكرامي. ليه بيتحفظ على مشاركه اكرامي؟ غريب بصراحه كمان. مش حقيقي الكلام ده، يعني ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الراجل يتحفظ على مشاركه لعيب كبير جدا زي اكرامي؟ قيمه فنيه وخبرات عظيمه اكرامي، وماشي وملتزم جدا في التدريبات، حاجه اكثر من رائعه يعني. مفيش تحفظ ولا حاجه، اكرامي موجود ولطفي موجود طبعا في ظل راحه الشناوي، عشان اكيد بيعاني من اجهاد. القرار في الاخر هيكون لمين؟ لمستر فايلر، اكرامي ولا علي لطفي اللي هيبتدي؟ لكن الاقرب طبعا شريف اكرامي، وهننتظر برده التشكيل الرسمي. استبعاد صالح جمعه. ليه استبعاد صالح جمعه؟ عشان برده الموضوع يبقى واضح. صالح جمعه عنده اجهاد في العضله الضامه، فبيتم معالجته من هذه الاصابه، بس عشان كده هو مش جاهز فنيا للمباراه، فعشان كده تم استبعاده. بس ده فيما يتعلق بصلاح جمعه. ممثل الصعيد يحفز لاعبيه، وده حق مشروع طبعا، بمكافآت خاصه للاطاحه بالاحمر لا قدر الله وتحقيق المفاجاه. المفاجات وارده بس باذن الله ما تكونش النهارده، ومش مع النادي الاهلي عند البطوله. باذن الله النادي الاهلي يجيب لنا اللقب ده، وحشنا كاس مصر. يعني اخر مره خدناه في 2017 فعايزين ناخد البطوله دي للمره 37 باذن الله في تاريخ النادي الاهلي. طيب نروح لخبر اخر من الاهرام المسائي. والجريدة الوحيدة التي لم تتكلم عن المباراة النهاردة جريدة الأهرام المسائي، وبتتكلم في حاجة إيه يعني غريبة شوية. بيقول لك مفاجأة، الأهلي يفكر في ساسي، وإن فايلر بيطلب دعم الارتكاز بنجم الزمالك فرجاني ساسي، وإن هو في الصورة يعني بالنسبة للمسؤولين في النادي الأهلي. طيب إزاي؟ بأنهي منطق؟ الأخبار دي بتعمل فتنة شوية يا جماعة. مع احترامنا الشديد لزميلنا العزيز الصحفي اللي كاتب الخبر ده، وكل واحد ليه حق الاجتهاد يعني، لكن واضح إن معلومته منقوصة شوية، وعادي بتحصل وارد يعني. فرجاني ساسي عنده عقد مع نادي الزمالك، نادي محترم وكل حاجة، الأمور بالنسبة لهم كويسة، الراجل موجود وعنده عقد، والعقد مع فريقه يعني. فالأهلي إزاي هيفكر في لعيب خصوصا في نادي الزمالك وعقده ساري؟ انت ممكن تفكر في لعيب هو ساسي مميز، طبعا ساسي مميز جدا، لعيب جامد من ابرز لاعبي نادي الزمالك ما فيهاش نقاش، اي فريق في الدنيا يتمنى فرجاني ساسي بصراحه، احنا بنتكلم بصراحه.
لكن هل ده منطقي ان النادي الاهلي يفكر في فيرجاني ساسي؟ ازاي يعني؟ مرتبط بعقد مع نادي الزمالك، لو في جديد معين الله اعلم اللي ممكن يحصل. فبالتالي الموضوع مش منطقي، مفيش كلام ده خالص. ويعني خلاص هو مفيش غير فيرجاني ساسي الاهلي هيفكر. يعني عموما كل واحد بيحاول يجتهد وده حق للجميع يعني. فايلر يطلب دعم الارتجاز، اتكلمنا فيه. عوده اكرامي تحت الدراسه او عفوا اكرم توفيق، موضوع قلنا اتكلمنا فيه مرارا وتكرارا، واحمد بيكا مقترب، كل الكلام ده سابق الاوان ومفيش اي اتجاهات رسميه خدها النادي الاهلي بخصوص اي حد حتى هذه اللحظه. طيب دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في المواقع نشوفها. يلا البوابه سبورت، الاهلي يرفع شعار لا مجال للمفاجآت امام بني سويف. الكابتن، تشكيل الاهلي المتوقع امام بني سويف في كاس مصر. سوبر كور، بني سويف توق المجال لجيرالدو في الاهلي بعد توقيع صك الرحيل. مبتدا، فايلر يضع موهبه المنتخب الاولمبي تحت الاختبار. اليوم السابع، تذكرتي تعلن إمكانية حجز تذاكر مواجهة الأهلي والهلال من موقع النادي. نبتدي بالبوابة سبورت، وطبعا أغلب المواقع برضو بتتكلم عن مباراة النهاردة وده أمر طبيعي يعني. في الحقيقة الأهلي يرفع شعار لا مجال للمفاجآت أمام بني سويف، وان شاء الله نتجنب المفاجآت، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده، وان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه في ظل استراتيجيه معينه ممكن يطبقها مستر فايلر في مباراه مهمه زي دي، واكيد في ذهنه برضه مباراه الهلال السوداني وحسابات كتيره جدا في اذهان الجهاز الفني للنادي الاهلي علشان باذن الله نقدر نخرج باكبر كم من المكاسب. بالمناسبه ودي جزئيه مهمه جدا، في كل الاحوال يعني في بعض الاوقات كده بنحاول نشيد بالنادي الاهلي بالفريق بالجهاز الفني، لكن برضه احنا مش عايزين ننسى حاجه، ان الاهلي ما عملش حاجه لحد دلوقتي. احنا خدنا بطوله السوبر، حلو جميل مبسوطين طبعا، لكن لسه الاهداف الاساسيه ما اتحققتش. احنا في ظهر النادي، في ظهر الجهاز الفني، في ظهر اللاعبين، ده شيء مفروغ منه، لكن في انتظار دايما ان هم يقدروا يجيبوا لنا البطولات المختلفه بينتظرها جمهور النادي الاهلي. احنا مش في محاوله هنا للتضخيم في مسؤول او في لاعب او في عضو جهاز فني اطلاقا، احنا هنا بنساند بندعم بنقرا الاحداث والمشهد اللي بيحصل، لكن في كل الاحوال احنا منتظرين من ابطالنا، منتظرين من الجهاز الفني ان هم يفرحونا، يفرحوا جمهور النادي الاهلي بمختلف البطولات. طموح الاهلي ايه؟ طموح جماهيره ايه؟ الفوز باي بطوله في ظروف قد تواجهك، زي مثلا ظرف في مباراه النجم اللي فات ده، وظروف واضحه والناس كلها مقره بيها، وبالاضافه لعدم التوفيق ممكن يواجهك في بعض الاحيان، لكن انت بتعمل كل اللي عليك كمسؤول كلاعب كمدير فني وجهاز فني معاون، واحنا في انتظار باذن الله ان هم يفرحونا. والاشاده دايما او الفرحه دايما بتكون امتى؟ لما نكسب بطوله، وده شيء مهم وكلام مهم جدا لازم نفكر به بعض يعني دايما. طيب موقع الكابتن قال ايه؟ قال تشكيل الاهلي متوقع امام بني سويف في الكاس، يعني حاولوا يجتهدوا يقولوا التشكيل متوقع، خلينا نقول لحضراتكم هم توقعوا ايه. قالوا ان اكرامي هيكون في حراسه المرمى، في خط الدفاع محمود وحيد، ياسر ابراهيم، وسعد سمير، واحمد فتحي، في نص الملعب قالوا هيبقى ديانج وحسام عاشور، وقدامهم احمد الشيخ وعمار حمدي وجيرالدو، وهيكون المهاجم وليد ازارو. ده التشكيل المتوقع من قبل مين؟ من قبل موقع الكابتن. احنا دايما بنحاول نعرض لحضراتكم كل ما ينشر عن النادي الاهلي في مختلف الصحف والمواقع، وده دورنا بكل تاكيد. سوبر كوره بتتكلم على جيرالدو بالتحديد، وبتقول ان المباراه دي هتكون طوق نجاه لو تالق جيرالدو بخصوص موضوع رحيله عن النادي الاهلي. يا جماعه لسه ما فيش اي، انا عارف ان انتوا بتقولوا، انا بقول نفس الكلام كله لان والله ده الحقيقي، ده الحقيقي، مفيش أي حاجة رسمية خدها النادي الأهلي بخصوص أي لعيب. أنت ممكن تقرا اللي في ذهن مدير فني بس، لكن تقر بيه ده غير منطقي إطلاقًا إطلاقًا. جيرالدو لعيب في النادي الأهلي حتى هذه اللحظة، حتى كمان إيه؟ لحد يوم 31/12، وقد يمتد تمتد الفترة في شهر يناير، وقد تمتد لما بعد شهر يناير. الكلام ده كله في علم الغيب، محدش يعرفه. جيرالدو لعيب مهم وفي حسابات الجهاز الفني، وممكن نلاقيه النهارده في المباراه، وممكن تلاقيه في المباراه الجايه بتاعت الهلال السوداني لانه مقايض افريقيا. فبالتالي كلها حسابات وقرارات في ذهن مستر فايلر،
وفي من خلال التناقش وعرض كل اتجاهاته على لجنه تخطيط للكره، فكلها امور سابقه للاوان في الحقيقه. لكن احنا داخلين على شهر 12، يعني احنا اصلا في شهر 12 وفي النهارده 3/12 تقريبا، فانت هتلاقي على مدار الشهر ده كله اخبار بخصوص هذا الاتجاه. يعني جيرالدو شويه، هتلاقي لعيب اخر شويه، لعيب الاهلي تعاقد معاه رسمي رغم ان النادي الاهلي ما اعلنش، ده الطبيعي واللي احنا هنشوفه خلال الفتره القادمه يعني. طيب نتمنى كل التوفيق لجيرالدو وكل لعيب النادي الاهلي بالمناسبه يعني. موقع مبتدا والكلام هنا على عمار حمدي برضه ومباراه بني سويف النهارده، بيقول لك فايلر يضع موهبه المنتخب الاولمبي تحت الاختبار اللي هو عمار حمدي، وان الراجل ممكن يلعبه النهارده عشان يختبره والكلام من ده. عمار قدراته معروفه، واكيد الجهاز الفني قرب من قدراته بشكل كبير جدا في التدريبات، وهيشوف قراره هيكون ايه في شهر يناير، هل هيستمر عمار حمدي، خصوصا ان هو مش واخد مكان في قائمه النادي الاهلي، هو مقيد تحت السن، فانت مش متضرر بتواجد عمار حمدي حتى لو مش هتلعبه اساسي. لكن برضه الله اعلم، ممكن يكون الجهاز الفني في دماغه ايه، انا اخرج عمار حمدي في شهر يناير يكتسب المزيد والمزيد من الخبرات اللي هتكون اضافه بالنسبه لي بعد عودته، زي ما خرج كده السنه اللي فاتت في شهر يناير برضه في فريق الاتحاد السكندري وعمل نص موسم ممتاز، عمل 6 شهور ممتازين مع فريق الاتحاد السكندري. لكن برضه القرار الاخير عند المدير الفني وعند المسؤولين عن الكره في النادي الاهلي بخصوص ملف اي لاعب، اليقين نعرفه امتى؟ في شهر يناير باذن الله تعالى. فهنشوف النهارده، نتمنى كل التوفيق طبعا لعمار حمدي لو لعب ويكون موفق، ولعيب هو موهبه جيده جدا في الحقيقه يعني، واكيد هيكون اضافه في مستقبل النادي الاهلي باذن الله تعالى. اليوم السابع واخر خبر معانا، وده خبر مهم، تذكرتي تعلن امكانيه حجز تذاكر مواجهه الاهلي والهلال من موقع النادي، وده تعاون مهم جدا. طالما انت معاك بطاقه مشجع الاهلي تقدر تروح المباراه، بس بشرط يكون معاك الفان اي دي اللي انت هتستلم بيه التذكره بتاعه حضور المباراه. ده بخصوص مباراه طبعا ايه، الهلال السوداني. اسعار التذاكر 50 جنيه درجه ثالثه، 75 جنيه درجه ثانيه، 100 جنيه درجه اولى، 200 جنيه مقصوره جانبيه، 300 جنيه مقصوره رئيسيه. ان شاء الله العدد كمان يزيد في هذه المباراه بعد الموافقات الامنيه وفي ظل سعي النادي الاهلي نحو زياده عدد جمهوره، لان هو العامل رقم واحد في تحقيق اي انتصار بكل تاكيد هو جمهور النادي الاهلي الكبير. عايز اروح لفاصل، بعد الفاصل فقره حواريه غايه في الاهميه مع ناقد رياضي كبير جدا، هو الاستاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع، وهنتكلم في امور مهمه قوي. استنونا بعد فاصل. الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع ضيفنا العزيز، بينورنا ويشرفنا كالعاده. استاذ عصام اهلا بيك. حبيبي امير، انت اللي منور الجمهور العظيم اللي بيتابعك وبيتابع قناه الاهلي. منورنا دايما يا استاذ عصام. عندنا كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه، اهم حاجه رايك ايه في تصعيد النادي الاهلي بخصوص ملف التحكيم الافريقي؟ النهارده شكوى رسميه وصلت للفيفا بعد شكوى اولى وصلت للاتحاد الافريقي لكره القدم، تعليق حضرتك. لا انا عارف ده حصل وكتبت ده في اليوم السابع وبعض رواد مواقع التواصل اللي بيتواصلوا مع العبد لله يعني طمنتهم وقلت لهم هذه المره هي الاخيره ولن تمر الامور، لانه في نهائي الترجي لم يتوخى كابتن محمود الخطيب اي حذر وقدم شكاوى واضحه جدا، لكن حصل عليها فرمله وفرمطه وجت بعديها يعني شويه انكسارات للكف فتاهت الاوراق، فكان يمكن مداوات كل الجراح دي، والأهلي المؤسسة الأهم بالنسبة للكاف أو من أهم المؤسسات في البطولات التي هي استثمارات حقيقية طبعا. بالإضافة لسمعة الكرة الأفريقية. لكن هنا بدأت يعني الجولات، وضح تماما أن هناك من مصر أو يصر على التلاعب بمستقبل النادي الأهلي، وبالتالي كانت الوقفة، قلت تحديدا أن الأهلي سيستمر في المطالبة سواء مع الاتحاد الأفريقي كاف أو مع الاتحاد الدولي فيفا بتصاعدية مؤسسية، لأن طبعا ما عرفش الإجراءات بتمشي إزاي، وبالتالي يعني مش انفراجة صوت الأهلي دوا، مش انفراجة بقى لأنه ده حق صوت الأهلي دوا، وبالتالي ربما لا يعلم كثيرون أن السيدة فاطمة سامورة
يعني ابدت اعتذار كده للنادي الاهلي، لكنه لا يكفي وحده يعني في اروقه الكاف يعني. وفعلا اعلنت لسليماني الاخ يعني جيبوتي رئيس اللجنه ده سليماني وبارئ حاجه كده وبارئ ومعاه واحد من سيشيل وواحد من موريشيوس، هم دول اللجنه. الاستاذ يعيش في تونس. لا الكابتن عصام ضمن لجنه الحكام الافريقيه بس استبعد المصريين، لانه مع احترام الكابتن عصام الفتاح كان لازم نسمع صوته، كان لازم نعرف ان هو بيتابع الاجراء طبعًا. اللي حصل كان لازم حتى يخرج ليؤكد انه كل تغييره فيها نص دقيقه طبقا لقواعد التحكيم. صح. كل تغييره فيها نص دقيقه والاصابات تقف فيها الساعه طبعًا. وبالتالي الاهلي صعد الحكايه، لكن ما اعلمه عشان جمهور مصر اولا ثم جمهور النادي الاهلي يعي تماما ما هي حقيقة الأمور. هناك كلام عن دفع هذا السليماني للاستقالة بدل فعلا. ما طبعا وكلام عن أنه إيدي مايه يتولى تدوير اللجنة، واحد الحكام المحترمين في القارة الحقيقة تاريخه كان مشرف إلى أن اعتزل يعني. ده تحرك توبيس الفريق لملعب المباراة طبعا لبعض اللحظات. تفضل يا استاذ. وبالتالي بدأ الحال يمشي في طريق أن الأهلي لن يتعرض لحرج مرة أخرى حين تأتي مكالمات عن اعتذارات ولن يحدث مرارا وتكرارا. لا كده خلاص بقى الملف مقفول كده. أشخاص يعني نأسف أن جنسيتهم توانسة حتى نفصل تماما بين، لأن هو ممكن يمارس طبعا. هذه الضغوط على فريق آخر تونسي ما دام الفريق اللي هو بيرعاه سيادته مش هو اللي مطلوب يعني دعمه. وبالتالي هو تونسي بالصدفة لأنه ده ملوش دعوة لا بالشعب ولا بالدولة التونسية، لكنه مصر على وجود يعني من لا يستحق في الكادر الكروي الأفريقي. وبالتالي الأهلي صعد وسيستمر في المطالبة طبقا للقواعد بقى، ترسل شكوى فيكون الرد خلال كذا يوم وبالتالي يكون لديك ما تقدمه. ما أعلمه أن هناك سيديهات تحمل مرفق. كل ما يمكن أن يكون ألعاب ليست هذه المرة ولكن على مدار ربما 10 سنوات أو 10 مواسم سابقة. وده جهد يعني محمود ومشكور من مجلس إدارة النادي الأهلي والطاقم الإداري اللي اشتغل عليه الحقيقة. بيبين مؤسسية نتمنى أنها تكون حاضرة في كل المؤسسات الرياضية الكروية منها وغير الكروية في مصر إن شاء الله. وبالتالي المسألة ما بقتش محتاجة رأي، محتاجة دعم، محتاجة أنه احنا الصوت يوصل، محتاجة أن كل الزملاء الذين يتعاملوا حتى عبر التراجم يكتبوا بترجمة بلغة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة كمان كل وما يستطيعوا، أنه الحوكمة اللي بتحصل في الكاف لن يكون لها أي صدى، والتعديلات وطموح الفيفا أن القارة العظيمة منجم المواهب للعالم دي طبعا على رأس كل المناجم دي مصر. وبالتالي لابد انهم ياخدوا بالهم انه يا اخي فيفا الكلام مش مظبوط، لانه لما توصل المحكمه وتكون لانه دول هم العداله العداله صح طبعا. وكل حكم لو تصور، ودي كلمه بقى مهمه، لو تصور انه قاضي وسيحاسب حساب القاضي الذي يحكم بين الناس، لان الموضوع في عرق وفي فلوس وفي نقل اقاليل غار وتاريخ منك ليا بصافره اللي هي حكم المحكمه. وبالتالي اذا اختلت يعني ميزان العدالة اللي يفترض انها معصوبة العينين، يبقى اي تعديل مش هينفع. لا تحقيقات بقى نيابة وقتها تنفع ولا تحريات مباحث. كل الأجهزة تعمل الى ان تصل لمنصة العدالة. اذا اختل الميزان فيها مشكلة كبيرة. عشان كده ترجمة ما يحدث واستقبال الفيفا لشكوى النادي الأهلي ومتابعتها حق أصيل لكل زملائنا في الأقسام الخارجية وكل من يكتب حتى من الجماهير ويستطيع أن يتعاطى مع بعض اللغات الحية أن يفسر هذه المواقف، لأن الناس بتتابع ولديهم مكتب في مصر، الفيفا لديه مكتب في مصر، مكتب إعلامي، وبالتالي يمكنه أن يدرك أن صرخة الأهلي هي صرخة كل ما هو نظيف في القارة الأفريقية. طيب حضرتك قلت جزئية مهمة جدا، إن احنا عايزين نفصل ما بين حبنا لأشقائنا في تونس وتصرفات بعض الشخصيات التونسية زي بعض الشخصيات المصرية. ما هي ساعات بتقصوا على 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 جانب مصري للأسف يعني. تمام. لكن ده موضوع وده موضوع. يا بيو بعد إذنك عرض لنا الثلاث طلبات بتوع النادي الأهلي للفيفا، لأن في النقطة الثانية جزء مهم جدا، وقال لك إن الراجل جوشوا بوندو ده يا أستاذ عصام أدار في مسيرته التحكيمية في أفريقيا 21 مباراة منهم 7 مباريات للفرق التونسية. ده لحد حياته التحكيمية الأفريقية حاجة غريبة. حاجة غريبة. شوف بقى كمان لما يحبوا يعني يحتالوا بين قوسين يعملوا إيه بقى؟ التكرار
غير مقبول وغير مرفوض، وقد يصل لمرحلة التحريم. معرفش هو في عقوبة ولا لا، لكن على الأقل يصل لمرحلة التحريم في اللعب النظيف. فيعملوا إيه بقى؟ يجيبوا الحكم مكرر اللي لعب للأهلي ومباراة فاز فيها الأهلي 4 ضمن النقاط. ومباراة فاز فيها الأهلي 4 وكأنه عشان لما تيجي تحتج على التكرار يقول لك ده التكرار كان عندك أنت. شوف كيف تتم حبكتها، يعني أكلة فاسدة زي ما بيقولوا يعني. لكن شاءت الأقدار أنه يعني تبقى فضيحة بجلاجل لحضراتهم يعني. هو ده فعلا الطلب الأولاني يعني، بالتحقيق العاجل فيما يتكون الحكم البتسواني من أخطاء تخالف نصوص القانون أثرت في نتيجة المباراة المشار ليها وترتب على إهدار حقوق النادي الأهلي، التحقيق كمان في الإصرار على عرقلة مسيرة الأهلي على وجه التحديد بأخطاء تحكيمية. والنقطة برضه يا أستاذ عصام أن بس مش البطولة دي أو مش المباراة اللي فاتت بس، لا ده على مدار سنوات كتيرة جدا، 10 مواسم على الأقل فعلا من 2007 تقريبا، ودايما في أخطاء تحكيمية كأن فعلا في عمد لتعطيل النادي الأهلي عن فوزه بالله. مؤكد لأن الموضوع تاريخ، وزي ما قلت لك استثمارات وبزنس وكل ما يمكن أن يكون إفادة للعبة كرة القدم. يريد أن يسرق كل هذا التاريخ عبر يعني زي ما قلت طبخة فاسدة من المحروسة مصر عبر ممثلها النادي الأهلي. وعلى فكرة لن ينجو أحد، أنا بظن يعني أنه الأندية المصرية المشاركة في كل بطولات عليها أن تساهم أيضا في رفع الصوت، لأنه لن ينجو أحد. المطلوب صحيح رأس الكبير الأهلاوي، لكن أيضا الكرة المصرية. ده شيء غاية في الأهمية. تتوقع أنه ممكن يكون في خطوات أخرى أستاذ حسام؟ الخطوات قياسا على يعني ما لدي من بعض الخبرات هي بتقف لحين تلقي الردود في موعدها، لكن الأغلب الأعم أن الأهلي ذاهب حتى ولو إلى المحكمة الدولية لتص، وبالتالي الإجراءات متصاعدة زي درجات التقاضي بالضبط. يبقى خلاص اللعبة المرة دي لن تمر، لن يقبل الأهلي فض بالكيل خلاص، يعني ما يسمى باقة ورد واعتذار ليلي لن يكون مقبول ولا مفهوم ولا له أي مكان من الإعراب. الكرة الأفريقية يجب أن تتطهر. تتطهر دي جزئية مهمة أوي. طبعا طبعا من الحكام وخلافه طبعا، لأنه لما المدرج يتفتح، أنا واحد من الناس اللي كنت موجودين، ولولا الحقيقة الوزير دكتور أشرف صبحي والسيد السفير في مباراة الترجي ما دخلنا الملعب ولا كانت هناك يعني كارثة بكل المقاييس تجاه المشجعين المصريين خلف النادي الأهلي. يعني لما يكون شخص من متحدي الإعاقة عايزين ياخدوا منه المية، انت بتتكلم في ايه؟ لمجرد التغليس، لما يجيبك عشان تدخل الملعب من جنب مدرج الألترس او الشباب الترجاوي، انت بتتكلم في ايه؟ لما يسيب شباب اوبن بوفيه تتكلم في ايه؟ لما المدرج المحظور يتم ملئه ولا احد يتحدث. عشان كده الراجل الناصري المغربي ما كلش الموضوع في 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 النهايه مع الترجي، ما كلش الموضوع لانه عارف اللعبه بتدار ازاي. فلما يخرج ما عدهاش فلما يخرج بالتصريحات يقولوا له قالوا له عديها لنا النهارده ونديك البطوله اللي جايه بالزبط. لا هنهرج بقى كده، وصلنا لقمة التهريج يعني. طب من وجهة نظر حضرتك ايه الخطوات التي يجب ان تتبع لتطوير التحكيم الافريقي؟ مفيش حل غير ان احنا نبدا بانفسنا. تخيل ان ملاعبنا يبقى فيها الفار، يبقى مطالبة النادي الاهلي بان الفار لا يستخدم في السيمي فاينال والفاينال يبقى حتى طلب منطقي. والدولة مش متأخرة، الدولة عملت الملاعب وتذكرة وفان اي دي وشركات وطنية للتسويق وضربت السوق الحصري بمال أسود وهكذا مواضيع. والأهلي كان حاضر في الميعاد بيذكر جماهيره وبيعمل اللي هو ما يسمى بالميموري سبورتس أو اللي هو يعني ذاكرة كل ما يكون بيانات لطالب التذكرة من جماهيره قبل جمعياته العمومية كمان. وبالتالي حين تبدأ أنت بالتطوير داخليا، حين يطالب الأكبر والأهم لديك وهو النادي الأهلي بتطوير المنظومة القارية، أنت بتديله نفس عميق في الحديث. لكن أنت رايح تقول لهم كده وأنت عندك مشاكل في التحكيم، حاجة بصراحة برضو يندى لها الجبين يعني. أنا بقول الأهلي بيقابل مشاكل تحكيمية محليا هنا كمان، ما أنا بقول لك وكأنه مكتوب على الجبين يعني للأسف. وبالتالي دي أول حاجة تعملها أنك تطور أولا عشان تبقى مسموع. متى كانت كلمة الكرة المصرية مسموعة؟ حين كانت مصر هي من تمد بالمعلومات بالملاعب بالأفكار بإقامة البطولات، كانت النموذج. حين نعود مرة أخرى النموذج ويعني ويعيش أهل الكرة على حجم مسؤولية ما أعطته الدولة من ما هو لوجيستي ودعم وكذا،
هتلاقي مصر بتعود للصداره ببساطه شديده وكلها اليد العليا في التطوير. لكن انت النهارده بتلاقي مصريين اما قاطع النفس، ما حدش صحيح قال له انت بتشتغل في الكاف فاخرج على الكاف معارضا خالص، لكن على الاقل لا يجب ان يمر قدامك على السيستم ظلم وتصمت. لما نلاقي حد بحجم الكاب شطه وما يزعلش مني يعني بيخرج لتفنيد حاجات لا حد طلبها منه ولا هي صح بقى بالمره يعني، يا اما يجيب لنا الكتاب اللي هو بيقرا منه هو قال ايه بيوريه لنا، قال ان الاعتراض مالوش لازمه ومش عارف ايه والماتش عدى ويعني مره تروح ومره تيجي. لا يعني مفيش حاجه اسمها مش كلام طبعا. مفهوم يعني انت بتقوم بدورك وتحاول ان انت تشتكي وتصعد الموضوع سواء مع الاتحاد الافريقي اللي فيها دي انا مش مفيش اي حاجه الاتحاد الدولي اكيد هيبقى في نتائج ليه. وانت لماذا تريد ان تبرئ حكم ظالم يعني؟ انا مش بقول بقى كاب شط اي حد يعني بيتكلم في سكه ان ماتش يفوت ولا حد يموت او مثلا ان انت تقول انه خطا حكم. لا اخطاء التحكيم مش دي لا خالص. اخطاء التحكيم مش دي، اخطاء التحكيم اللي هي ساعه تروح وساعه تيجي، مره عليك مره عليا وننزل المحطه الجايه. انما تقول لي ان خطا في اتجاه واحد لا لا لا، في حد بيحاول يعمل تاريخ على حساب الأهلي والكرة المصرية. إمتى ممكن نلمس نتائج الشكوى أو شكاوي النادي الأهلي بشكل عام بخصوص هذا الملف؟ أعتقد هتلمسها مع أول مباراة. مع أول مباراة طبعًا. سريعاً. طبعًا لأنه خلاص هتحصل هزة. وسيستم الفساد ده يروح المؤشر بتاعه ينزل زي البورصة كده. يعني بورصة الفساد هتتضرب بعد بالزبط. هذه الشكوى. وبالتالي خصوصًا إن الشكوى من نادي كبير زي النادي الأهلي يعني في طبعًا. الحقيقة. ولهدد بالانسحاب لأنه ينسحب ليه؟ أنا هبقى موجود وكل ما هو سيء وأسوأ هو الذي يجب أن يسحب مش ينسحب بقى. بالزبط. صح. وبالتالي ده كلام مهم وإجراءات غاية في الاحترافية وغاية في ما هو مؤسسي. صح. وبالتالي هتلاقي لها صدى سريع جدا جدا خصوصا كمان في المباريات الكبيره يا استاذ عصام، يعني مباراه بحد طب انا عايز اقول لك مع شكوى الاهلي حكم الزمالك ومازيمبي اقترب من فكره العداله صح ولا لا؟ في ملعب مازيمبي وكذا صح صح فعلا كان عامل مباراه جيده في الحقيقه يا اخي لو قلت فوق المتوسط شكرا بالظبط خصوصا في ملعب مازيمبي لكن في ملعب مازيمبي لكن يبدو ان الرجل تاجر الماس ده صاحب او مالك نادي مازيمبي يبدو ان هو اشرف من اخرين يعني ده شيء مهم جدا في الحقيقه. وفي نفس الوقت يا استاذ عصام يعني مباراه مثلا بحجم مباراه الاهلي والنجم ما لازم يبقى حكم على نفس المستوى. مباراه مثلا اللي كانت ما بين الرجاء والترجي كان مين الحكم؟ فيكتور جوميز من افضل الحكام في افريقيا من الاربعه الكبار على الاقل. فازاي تفرق ما بين المباراه دي او تعمل مقارنه غير حقيقيه من خلال ان انت تحط حكم مستوى قليل جدا ومتدني وفي المقابل تحط في مباراه اخرى كبير على نفس المستوى حكم اخر. الحكم حكم مباراه والثانيه في امم افريقيا وتم استبعاده من الصافره لانه دون المستوى بحسب معلوماتي ويعني تم ترحيله من الاستادات لكن ابكي عليك رابع وحاجات كده يعني لانه ايه طبعا حبايبه الفاسدين ما هنش عليهم يرحلوه بره البطوله نفسها. مشكلة المشاكل كلها بتبقى في المباريات اللي في تونس مش شرط يكون الاهلي بس اللي فيها، يعني مثلا السنه اللي فاتت الوداد والترجي كانت مشكله كبيره، موضوع الفار كمان كان موجود مش شغال. ما هو بيلحقك دايما في تونس لا وتعطيل يعني تعطيل ايه بيد احد يعني مش تعطيل مفاجئ يعني مش كان شغال وقطع لا مفيش تقنيه تعطل بالساهل يعني. طيب ده كان حديث مهم مع الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير بخصوص ملف التحكيم الافريقي وبعد شكوى النادي الاهلي للاتحاد الدولي اليوم في هذه الشكوى الهامه جدا. في المقابل زي ما احنا شايفين على الشاشه دلوقتي يا استاذ عصام تحرك الفريق في اتجاه الاستاد القاهره الدولي لان في مباراه بعد ساعه وثلث من دلوقتي، مباراه مهمه جدا مع بني سويف في دور 32 من بطوله كاس مصر. كيف ترى هذه المباراه؟ انا شايفها مباراه مديه الاهلي فرصه انه فايلر اللي اكد من اول ما جه انه وانا قلت معاك لو انت فاكر انه جايب احدث فيرجن يعني ايوه مش صح مش احدث خطط وفقط احدث فيرجن يعني عايز النادي الاهلي كبير الكره المصريه والقاريه الافريقيه والعربيه واللي ليه رانك عالمي طبعا بمشاركات بطولات عالم ببطولاته واحنا عارفين نزاعه على المركز من الاول للثاني للثالث احيانا في الرانك العالمي فده اللي فهمه لعيبته وبالتالي هو ماشي على النظام ده بمعنى انه زي في اوروبا مثلا عندك ماتش الدوري هو الاهم ثم لو في كاس البلد سواء ملكيه او جمهوريه ثم المشاركه القاريه اللي هي تشامبيونز ليج او اللي بتساوي الكونفدراليه الافريقيه في اوروبا اللي هي دوري الانديه وبالتالي
لازم يروح ساحب لعيبه ومجهز الباقيين في مباراه خفيفه فنيا زي مباراه. طبعا الكاس له مفاجات حتى لو انديه الدرجه الثالثه يعني، لكن المساله مرتبطه بالتدوير الطبيعي والمنطقي لمدير فني محترف. كويس. لابد ان يسحب بعض اعمده الفريق ويعطي الفرصه الاخرين، لان عنده ماتش امتى؟ يوم جمعه ان شاء الله، النهارده الثلاث. وبالتالي هو ده السيستم اللي ان شاء الله مع الراجل ده الاهلي مش هيشكو منه، لانه هذا هو التدوير. التدوير مش حكايه انك كل ماتش بطاقم، لا ما بيحصلش، بيحصل بس اثناء بطوله الدوري، وما دام الكاس ما انتهاش ولو نادي كبير مشارك في بطوله قاريه في العالم المحترف، لابد من مد الايد لرفع الضغط البدني عن بعض اللاعبين عشان المباراه الاكثر قوه اللي هتكون تاليه مثلا لمباراه زي الاهلي وبني سويف النهارده. طبعا. التالي هي ثاني مباريات المجموعه مع الهلال السوداني، وما ادراك ما الهلال السوداني. فريق الحقيقه يعني فريق قوي، فريق صاحب سمعه افريقيه طيبه يعني. طيب في جانب ما ينفعش نغفله وهو خاص بعوده الاهلي لاستاد القاهره. طبعا ده شيء مهم جدا في مباراه اليوم، بتشوف العوده دي ازاي ومدى اهميتها لفريق. شايفها حاجه تفرح وحاجه تسعدنا ان الانديه المصريه هتبدا تعود لاستاد الرعب الكروي، طبعا لاستاد يعني الجمهور صحيح اللاعب رقم 12، لكن استاد القاهره عودنا ان هو لو الجمهور اللاعب رقم 12 فهو اللاعب رقم 13 مع الانديه والمنتخبات. وبالتالي عوده حميد ان شاء الله يستمر ان شاء الله. طيب دي قائمه النادي الاهلي يا استاذ عصام، تتوقع التشكيل ايه؟ اتوقع التشكيل مش هيخرج عن انه اكيد شريف اكرامي هيلعب النهارده، محمود وحيد، عندنا الراجل اللي خف ياسر ابراهيم مش كده، احمد فتحي، اولو ديانج اوان ان هو يبقى موجود، اليو ديانج في نص الملعب، لكن نكمل خط الدفاع. تتوقع مين جنب ياسر ابراهيم؟ جنب ياسر ابراهيم اعتقد ايمن اشرف هيلعب متهيألي يعني. ايمن اشرف ولا ممكن مثلا يكون سعد الراجل يجربه النهارده او يبص؟ ما اعتقدش، مش هيجرب، احنا قلنا هيريح لكن مش هيجرب في اول مباراه يعني. انما وارد طبعا. وبالتالي اليو ديانج، عندنا ممكن تلاقي عمار حمدي، ممكن تلاقي مثلا مين تاني القايمة ممكن عمار حمدي، ممكن نلاقي احمد الشيخ مثلا، ممكن تلاقي احمد الشيخ، ممكن تلاقي وليد ازارو مش مروان محسن، ممكن تلاقي حسين الشحات برضو على سبيل الاستفاقه يعني، جيرالدو مثلا بزياده، ممكن جيرالدو، ولو ان انا شايف جيرالدو عمال يبعد شويه يبقى عن اختيارات الراجل يعني. وبالتالي هو موجود في قائمه المباراه طبعا، لا اقصد يعني مش بيبعد بمعنى ان الراجل مش بيعتمد عليه. واضح ان يعني السيد فايلر ذاهب الى تكوينه جديده عشان في يناير يبقى عنده حسبه نهائيه لما وصل اليه من اول ما تولى مران النادي الاهلي الى التوقف او نصف المسابقه في يناير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. عايز اقرا بعض توقعات جمهور النادي الاهلي على صفحه القناه على فيسبوك تحديدا، ونبتدي باكونت تحت مسمى الاهلي فوق الجميع، وبيقول ايه؟ بني سويف يا بلدي، معلش سامحيني، الاهلي وطني. واضح ان هو شخص من بني سويف، بني سويف واهلاوي، لكن اهلاوي بيحب الاهلي جدا. طيب حبيبه بتسال ماتش الساعه كام؟ ماتش 7:30. ايه وحيد قالت 5-0 للاهلي، تتوقعها للمباراه. ابو مازن قال ان شاء الله الاهلي هيفوز. ابراهيم احمد قال 5-0 للاهلي. حاصد الشوك ماشي بيقول المباراه الساعه كام؟ المباراه 7:30. محمد بن ناصر قال 2-0 للاهلي. صابر خليل قال 4-0 للاهلي. حسين قال 6-0 او 1، مش عارف، بس 6 ان شاء الله، 6-0 او 6-1. ان شاء الله باذن الله. طبعا دي نتيجه تبقى كبيره وتبقى مهمه معنويا. سامي قال ماتش هيكون صعب شويه الشوط الاول، والنتيجه 3-0 صراحه الاهلي الشوط الثاني باذن الله تعالى. ميرول مريم قالت 6-0 للاهلي. محمد تامر قال 5-0 الاهلي. يعني التوقعات كلها في اتجاه نتائج كبيره للنادي الاهلي، لانه الاهلي عود الناس الحقيقه مع فرق الدوري الممتاز، وهي فرق قويه بنتائج فيها اهداف، لا وكمان لعب، عشان كده المواطن يعني الاهلاوي ان صحت التسميه بقى حابب يتفرج على النادي الاهلي لعبا ونتيجه، لانه الراجل وصل مفهوم اللاعبين انه احنا بنشتغل زي ما قلنا على احدث حاجه، عشان كده الناس مثلا في مباراه بحجم مباراة النجم الساحلي وانت بيتقال التشكيل، الزنانات المصرية كان يقول لك ايه؟
السوليه، فمستنين الديفندر بقى الثاني اللي هو زي ايام حسام عاشور الخوالي، ربنا يا رب يبارك في هذا النجم العظيم طبعاً يعني. وبالتالي لا، الراجل خلى كل حد يجي هنا ينفع يبقى ديفندر. قفشه يجي هنا يبقى ديفندر، وليد يجي هنا يبقى ديفندر. ليه ما بقاش في العالم اثنين اسمهم ديفندر لعبهم اللي هو المدافع الوسط؟ خلصت دي. عشان كده بقول لك رهنا على الراجل ده، كان من اول يوم تدريب شفناه فيه. الحقيقه هو مدرب بيعمل على احدث شيء واقنع اللاعبين انه اولا اللي عايز يلعب كره لوحده، حتى بعض المدربين النابهين كان يقول لهم مثلا اللي عايز يلعب كره هنجيب له كل واحد كره، لا اعتقد ان هو بيقول لهم اللي عايز يلعب لوحده هيتعور، فبدل ما يتعور واخسره انا اقعده جنبي لما يقتنع بالسيستم. اللي يعني ووجودك في التشكيل، ودي جمله عبقريه قالها في اول ايام، وجودك في التشكيل انا منتظر الاوردر منك. يعني انا اندر يور اوردر. ليه؟ بما انك هتأدي المطلوب حضرتك هتبقى في التشكيل، انا هحط التشكيل بناء على اللي انت شربته مني خلال ايام المران. وبالتالي بقت وجهه الاهلاويه كلها ان يروا كره قدم وانا تاني. طيب استاذ عصام، هل تتوقع استمرار طريقه اللعب او الخطه الخاصه بمستر فايلر في مباراه اليوم بعد الماتشين اللي فاتوا امام الجونه والنجم الساحلي، انه يلعب بعمر مثلا سوليه او حد مكان عمرو سوليه؟ ما كانش عمل كده في النجم. هي مباراة افتتاح المجموعة يعني هستمر مع فريق سئيل كرويا لاسم لسمعة. لا، ما كان بقول لك الراجل جاي يحدث الموجودات. الخطط هي أمير، لكن طرق التطبيق وفكرة الحداثة اللي هي الكرة الشاملة. تمام. الكرة الشاملة اللي ما فيهاش واحدة بس ولا طويل ولا أي حاجة من النوع ده، هتلاقي الأهلي من أول ما جه السيد فايلر بطل اللعب ده. أخيرا توقعت حضرتك النتيجة؟ سريع. سيفوز الاهلي وبغله وفره يعني، بس ما اقدرش اقول خمسه وسته، فده رقم حتى لو مع بني سويف مش بالسهل، لانه في ظل الفريق هيدافع باستماته يعني. استاذ عصام شلتوت، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. بشكرك شكرا جزيلا. الناقد الرياضي الكبير استاذ عصام شلتوت ورئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع كان ضيفنا في حلقه كلام في الميديا النهارده. حتى الان التشكيل الرسمي لسه ما تمش الاعلان عنه، هتعرفوه من خلال كابتن اسلام الشاطر في ملعب الاهلي بعد قليل. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا، بكره نبارك لبعض ان شاء الله بتاهل النادي الاهلي دور 16 من كاس مصر. الى اللقاء.